نحن اليوم استعدادا لعيد الأضحى المبارك، قامت مديرية أمن البيضاء بإعداد خطة لتأمين المدينة وضواحيها والمناطق المجاورة لها. كما يعلم الجميع أن مدينة البيضاء هي مركز تجاري لمنطقة الجبل الأخضر، يقصدها كل المواطنين من سكان البلديات المجاورة، وهذا الأمر يتسبب لنا في ازدحام سواء كان على المصارف أو في الأسواق وفي المحلات وفي الشوارع الرئيسية. هذه الأمور أو هذه الازدحامات أو كثرة المواطنين في هذه الأيام المباركة يتطلب من الأمر أن نقوم بإعداد خطة مسبقة. هذه الخطة تستهدف تأمين المدينة وتكثيف رجال المرور لتسهيل حركة السير وفك المختنقات داخل الميادين وداخل الشوارع والطرقات. ولكن الحمد لله الخطط الأمنية كما جرت العادة دائما تأتي بثمار جيدة، ثمار ممتازة. لم تسجل أي اختراقات أمنية سواء هذه الأيام اللي نحن نستعد فيها لاستقبال هذا العيد أو الأعياد السابقة بشكل عام.